نتوما يا ولاد الحركة يا اللي بيناتنا نهاركم وجاي راني نتكلم على هذ الحثالات ابناء جلدتنا الخونة عليها فرنسا قاعد في تزاري 132 سنة. لكن الخونة اللي في تزاري ما قدرت لهمش خالتي، سامحوني سامحوني، الخونة اللي موجودين عندنا بيناتنا المندسين خوتنا اللي من لحمنا ودمنا ويحملوا أسماء وعندهم بطاقة التعريف جزائرية ويقولوا راهم جزائريين ما قدرت لهمش يعني بصراحة. ونهمشكم وننعيثكم مثل ما درنا للحركة بعد الاستقلال. حافي أنتو فراترنيتي يفيد la France celle qui aime pas la France il la quitte يفيد la France يفيد la France. Ciao bande de consommateurs, vive la France. Vive la France. السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق للغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. اذا كما وعدت خوتي باللي حلقات التنمر مازالت على من يهاجم الاسر الجزائريه الثوريه، لانه بصريح العباره يعني معظم العائلات الجزائريه عندها شهيد او مجاهد، تلقى لي عنده جده ولا مانيش عارف انا ولا عمه ولا مانيش عارف شهيد او مجاهد. اذا قال لك انتم حركه، تختلفوا معايا في الراي فانتم حركه، اللي ما يتفقش معايا واللي يقول المقابله ما تعودش واللي يعطيني قوانين ويتكلم موضوعيه فهو حركي، افهم مليح، وخائن الوطن وعميل لفرنسا. بينما اللي يقول فيف لا فرانس تحيا فرنسا فهو وطني مخلص وليس من الجالية الكاميرونية، بل جزائري أصيل ومخلص. بينما من يتكلم بمنطق وبعقلانية وبأدلة ومواد قانونية فهو حركي جالية كاميرونية وعدو الجزائر ولم يقل تحيا فرنسا. يعني باش يرضى عليك مشاكرة وجمعته تاع أبلع وتبع لازم نقول تحيا فرنسا، الله يسهل عليك. إذا ما قلتش تحيا فرنسا فأنت من الجالية الكاميرونية، دبر راسك. هو قال هك وجمعته اللي تبعوا فيه تاع أبلع وتبع قال لك كيما هك، حنا نثقوا في مشاكرة لأن مشاكرة قال تحيا فرنسا. نعم قال لك مشاكرة قال فيف لا فرانس، اللي يقول فيف لا فرانس هاو حقه نتاع حلو، نتاع حلو هاو حقه لأنه وطني يخمم على البلاد وطني. أما اللي ما قالش فيف لا فرانس مشكوك فيه، جالية كاميرونية وزيد ينتقد ويقول ما كاش منها وقوانين الفيفا ما قوانين الفيفا، هذاك خائن وحركي وعميل و جالية كاميرونية، لأنه ما قالش الشرط الأساسي باش يرضى عليك مشاكرة وجمعته اللي تبلع وتتبع لازم تقول تحيا فرنسا فيف لا فرانس. كي تقول تحيا فرنسا وفيف لا فرانس نقول لك هاو حقك وانت انسان وطني وتحب البلاد وتحب الخير للبلاد وانت جزائري اصيل. هذه شروط. هذا هو اللي عجب لك محكم بفيف لا فرانس، لازم تقول تحيا فرنسا والا ما نجيب لكمش حكم والا انتم جاليه كاميرونيه. الله غالب ناس تبلع وتتبع، ما تسمعش، ما عندهاش خلفيات على هذا الشخص، مهم تبلع وتتبع. بقى لك الماشي تعاود قول لي فيف لا فرانس ولا فيف الكيان الصهيوني، ليسونسيال ماشي تعاود. للاسف الشديد مقومات الشعب الجزائري كاين بعض من الفئه المريضه والله ما على بالها لا مقومات شعب لا عائلات جزائريه ثوريه، ما على بالهم والو، انا نتبع وخلاص ليسونسيال ماشي تعاود وخلاص. كون يقول لي فيف الكيان الصهيوني الغاشم الله يسهل، ليسونسيال ماشي تعاود. شتو نوصلوا الناس هذا من وصلوا الفئه هذه من المريضه من الشعب وداروا لها السوسه بالبالو يجرك حتى يستغبيك، خليك غبي، يقلبك غبي هك، يقلبك غبي بالبالو. ربي عطاك عقل باش تميز به مش باش تبلع وتتبع به حقيقه. اذا قال لكم جماعه تاع باش عاودوكم الماتش، هاني قلت لكم قولوا فيف لا فرانس باش نرضى عليكم وما نديركمش من الجاليه الكاميرونيه وممكن نعاودوكم الماتش، قولوا فيف لا فرانس تحيا فرنسا. علي ما قالش راهو
كاميروني هو قال هك. إذن هذا الشخص اللي راهم بين قوسين جماعة منهم يبلعوا ويتبعوا ويسبوا أي واحد يقول كلمة العكس دخل في حيط ليمات اللي فاتوا بصح تمام ما فقتلوش يا اللي راكم تبلعوا وتبعوا كنتوا شوية أذكياء تعرفوا بلي راه دخلكم في حيط وهو دخل في حيط. قلكم عندي ملف قوي وثقيل وعندنا محامين عالميين وراح نديروا ونديروا 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 معلش هذا اللي الإنسان اللي يدير ويدير ما يعودش يتشبث في كاش حاجة يمنع بها هذا ورط روحه بروحه عندها ايامات ورط روحه بروحه اللي عنده شوية ذاكرة يعرف شراني نقول جيلك بكابتير ويش معها شوفونا شوفونا راهم الفيفا قالك باللي مش هيتعود فوتوشوب عاد يهز المصدر نتاعو من الفوتوشوب وايضا الادهى والامر هذا زعيم التخيلات انه راح الصفحة تاع النهار هذه ماهيش صفحة النهار الاخبارية ولا النهار الحقيقية صفحة مزيفة فيك صفحة مزيفة خلاص ماهيش هي تاع النهار وقال لك الماتش راح يتعاود وفيفا دارت بيان وبعد قلعته والبيان واضح قال لك 31 مش عن بالي ما رسول الله فوتوشوب عاد يأمن فيه السيد لانه خلاص عرف خلاص ما كانش نزيدكم حاجة اخرى يا ابلع وتبع باش تفهم مليح صاحبكم قال لكم باللي كل مره يخرج لكم بلايف كل يوم يدير لكم لايف والقضيه رانا ماشيين فيها من نهار اللي تكشفت الحكايه وبعثت الفيفا المراسله والناس بدات تفيق الحمد لله الشعب بدا يفيق هذا الحاجه الايجابيه انه الشعب بدا يفيق وعرف هذا شكون مشاكره وعرف التخيلات نتاعو والفيلمات نتاعو مازالت في امريض الله غالب ربي شافيه على كل حال احنا نتمنوا لها الشفاء اذا كي بدا يفيق الشعب زعيم التخيلات نقص للايف وما عادش يدير بزاف الا كاش ما تخرج هكا الاتحاديه عفسه ولا كاش ما نخرج في الفيفا عفسه ما عادش كان كل يوم يدير لكم لايف اقل حاجه يوم بعد يوم هذه اقل حاجه يوم بعد يوم او كل يوم درك ما كانش الا كاش ما مناسبه كاش ما تخرج الفيفا كبيان خرجته هضروا عليه هضر عليه ولا بيان اتحاديه ولا يعني حاجه يعني مناسبات برك يعني يتكلم هو في المناسبات خي كنا كل يوم الفيفا واني عندي ودرت وذاك وعندي الدليل ودرت منا رحنا هذه منا ما كانش شتو كيفاه يا ابلع وتبع ربي يعطاك عقل فكر وميز انا ما نقولكش راني صحيح ولا ارواح معايا معليش انتقدني هذا الراي والراي الاخر انا تقبله احترم كل اراء الناس اللي يتكلم باسلوب مليح ينتقدني لا روحك بصح ما عليهش ربي يعطاك عقل ما قلتلكش ارواح معايا ولا صدقني ربي يعطاك عقل ميز هذا راك تبع فيه قال لك فيف لا فرانس قول تحيا فرنسا باش تعود معانا الاولى الزوجه راهو يهز لك في الفوتوشوب والمواقع الهف خرطي الخرطي والخرطي مواقع تاع الهف يهز لك منها ماهيش صفحه النهار هذه خلاص ويهز لك في الفوتوشوب مو مصدر نتاعو مزلت مأمن في واحد يمشي لك بالفوتوشوب هاو فيق شوية ربي يعطيك عقل فيق يا بنادم فيق يا بنادم ربي يميزك بالعقل ما تكونش فيق شوية فيق إذا صاحبكم يا جماعة أبلع وتبع راه يمشي بالفوتوشوب وقالكم تحيا فرنسا تحيا فرنسا سينو اللي يقول العكس ولا ما يقولش تحيا فرنسا فهو جالية كاميرونية وحركي وخائن إذن الحمد لله عرفنا شكون للوطني وعرفنا شكون فيف لا فرانس إذن في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.